فالله نهانا عن الابتداع في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الابتداع في الدين. الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالدين كامل، ما يحتاج إلى أنك تضيف إليه أشياء تستحسنها أنت أو تقلد فيها غيرك وهي ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة، وتتقرب بها إلى الله، كالأذكار البدعية، الصلوات البدعية، وجميع أنواع التقرب إلى الله إذا لم يكن عليه دليل فهو بدعة. ما أحدث في الدين مما ليس له دليل من كتاب الله وسنة رسوله، ولو كانت نية صاحبه حسنة، يريد الأجر ويريد الثواب ولا يريد المخالفة، لكن رأى أن هذا فيه خير، فاستحسنه، وهو في الحقيقة ليس فيه خير. لو كان فيه خير لجاء به الكتاب والسنة. وما كان ربك نسيا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل الخير وكل الهداية كلها في القرآن والسنة. فمن جاء بزيادة ليست في الكتاب والسنة فهذه بدعة مردودة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا يجوز الإحداث في الدين أو عمل شيء لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم ويتقرب به إلى الله، هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة.